أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاسا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال وَزَادَ
ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإن فيها وقدر فيها أقواتها في أرض
الصريح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاء أشرك به أحدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأضل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. سورة الأنعام. فإن قرأت لعبهم ولهم هكذا لعبهم ولهم في أي مقام آخر. سورة محمد. مقام آخر أيضا لعبهم ولهم لعبون ولهم هكذا. كما في سورة الأنعام محمد في مقام آخر أين قرأت لعبون ولهم؟ لعبون ولهم كما أسأل عليك أن تجيب لعبون ولهم في سورة الحديد موجود. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الحياة اعلم من بداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان.
نعم لهب ولعب يا لهب ولعب هذا لعب ولهب لهب ولعب صوت العنكبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الجزء ولا نجادل أهل الكتاب لعبا ولهوا أين قرأت لعبا ولهوا لعب ولهوا لعب ولهوا لعب ولهوا لهب ولعب لعبا ولهوا بالنصب سورة الأنعام اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعبا ولهوا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون سورة السورة سورة أنعام هذا لعب لعب ولهو لهو ولعب عين لهو ولعب أول لهو بعد ذلك لعب لعب لهو ولعب أعرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون سورة الأعراف الأنعام والدار الآخرة موجود والدار الآخرة أين؟ والدار الآخرة في أي سورة؟ في سورة أعراف سورة الأعراف من أول آية بداية الآية قل يا أيها الناس أني وخلق من بعدهم خلفا وخلق من بعدهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يكونوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار سورة الأعراف الدار الآخرة والدار الآخرة أين والدار الآخرة والدار الآخرة والدار الآخرة والدار الآخرة أين قرأت والدار الآخرة سورة يوسف نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون سورة يوسف دار الآخرة خير في مقام آخر كما قرأت دار الآخرة خير
ولدار الآخرة. ولدار الآخرة خير. كمثل هذا ما في يوسف. ولدار الآخرة خير. سورة النحل. نحل. من بداية الآية. والذين هاجروا. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. أي سورة؟ في سورة النحل. ما شاء الله. هذا موجود. ودار الآخرة خير. صدق الله العظيم.